بصبح على حضراتكم مرة تانية مشاهدينا، لسه مكملين معاكم فقراتنا في هذا الصباح وحواراتنا مشاهدينا، لأنه المية هي سر الحياة، ولأن التحدي اللي بنعيشه هو تحدي المياه، ولأنه من أهم العناصر اللازمة في عملية الزراعة هو عنصر المياه. من هنا جت مبادرة رئيس الوزراء بتوفير قروض ميسرة للمزارعين للتحول من الري التقليدي أو الري بالغمر لطرق الري الحديثة. طبعا هذه الطرق مش بس هتوفر في المياه، لكنها كمان هتشغل مصانع، هتوفر أيدي عاملة، يعني ليها إيجابيات كتير جدا، وده اللي هنعرفه أكتر من ضيفي الكريم اللي مشرفنا في الاستوديو للحوار معي عن هذه الفقرة، دكتور عبد الله سيد حسن، عميد كلية الزراعة جامعة بني سويف. بصبح على حضرتك يا دكتور. أهلا وسهلا. أهلا بحضرتك. خليني مع حضرتك ومع مشاهدينا نتعرف أكتر عن الموضوع، مزيد من التفاصيل في التقرير اللي جاي، ونبدأ على طول نكمل حوارنا. في اجتماع وزاري بحث رئيس الوزراء مصطفى مدبولي خطوات تنفيذ برنامج التحول من الري بالغمر إلى منظومة الري الحديثة، وكذا مشروعات الري التي يتم تنفيذها لتنمية سيناء، وذلك بحضور وزراء الموارد المائية والري والمالية والزراعة واستصلاح الأراضي والتجارة والصناعة. وأضاف مدبولي أن هناك تجربة ناجحة قامت بها وزارة الري بتمكين المزارعين بأنفسهم من تنفيذ مشروع الري الحديث الخاص بهم، وهو ما أدى إلى خفض تكلفة تحويل الفدان من الري العادي إلى الري الحديث. وأكد رئيس الوزراء أن هذه التجربة الناجحة دفعت إلى التفكير في أن تكون هناك مبادرة بين وزارة الري وجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة للعمل على تحويل أكبر عدد ممكن من المساحات من الري العادي الغمر إلى الري الحديث عن طريق توفير قروض للمزارعين من خلال مبادرة مهمة على أن يسدد الفلاح قيمة هذا القرض بالتقسيط وبآليات ميسرة. وطالب رئيس الوزراء بوضع آلية تنفيذية لهذه المبادرة للبدء في تنفيذ أكبر عدد ممكن من الأراضي، نظرا لما سيوفره هذا النظام من كميات كبيرة من المياه ورفع إنتاجية الفدان، كما سيتيح هذا المشروع أيضا فرصة كبيرة لتشغيل المصانع التي ستوفر مستلزمات التنفيذ. ورجعنا لكم مرة تانية مشاهدينا، وزي ما تابعنا في التقرير هي إيجابيات كتير جدا بيوفرها طبعا الري بالطرق الحديثة عن الري بالغمر، وده اللي هنعرفه أكتر بالحديث مع دكتور عبد الله سيد حسن، عميد كلية الزراعة جامعة بني سويف. بصبح على حضرتك مرة تانية يا دكتور. صباح الخير يا فندم. يعني خلينا في البداية نعرف الناس اللي بيتفرجوا علينا دلوقتي غير المختصين في الزراعة، الفرق ما بين طرق الري التقليدية الري بالغمر وطرق الري الحديثة. بسم الله الرحمن الرحيم. عشان نعرف هذا الموضوع، هو يعني نبص إلى نزول الماء من السماء، نازل عبارة عن قطرات ثم تتجمع في الأنهار، تسلك الوديان، تبقى فيه مياه جوفية، فيه مياه في الأمطار. وحضرتك لو بصينا في الفترة السابقة اللي نزلت فيها الأمطار على جمهورية مصر العربية، وكانت الكمية يعني إلى حد ما، إحنا مش دولة مطرية، ولكن هي الجزء اللي نزل قليل. يعني أنا بدعو قناة النيل لو خرجت كده على الطريق في الأراضي الصحراوية، تجد الصحراء كلها عبارة عن سجادة خضراء. سبحان الله، من شويته قطرات نزلوا، بس كميات في بعض الأماكن نزلت فيها كميات كبيرة، ويجب علينا إحنا كدولة نهتم بهذا الموضوع وتوفير والاستفادة من كمية هذه المياه الساقطة من مياه الأمطار اللي هي عبارة عن قطرات، اللي هو أنا بعد كده حسميه ري بالتنقيط. يعني نزلت المية نقطة نقطة، في نباتات خضرت في الصحراء، بسم الله ما شاء الله، نبتت زهرت جابت أزهار جابت محصول في فترة في الفترة الزمنية القليلة دي. ولكن أنا يجب أنه أرشد هذا الموضوع واستخدم الجزء ده من المياه. ندخل على موضوعنا، وهو موضوع الري اللي بيستخدمه المصري من أيام الفراعنة إلى هذه الفترة، وهو ري الحياض، الري بالغمر. هذا الري طبعا عشان خطر وجود الكمية المية اللي كانت تبقى موجودة كتيرة، عدد السكان قليل، ولكن في هذه الفترة اللي احنا بنعيشها عدد السكان بيزيد
في تحديات كبيرة في موضوع المياه، فيجب أنه إيه تحويل مياه أو الري من الري السطحي اللي هو الري بالغمر إلى الطرق الحديثة. طب أنا هاخد من كلام حضرتك يا دكتور في الجزئية الخاصة ببعض المحافظات اللي بتروي بالغمر، تمام. هل في محاصيل معينة بيتم زراعتها في مصر زي الرز وغيره من والذرة وغيره من المحافظات المعينة داخل جمهورية مصر العربية زي الغربية وزي كفر الشيخ اللي بتزرع هذه المحاصيل؟ هل فكرة الري بالتنقيط أو طرق الري الحديثة ممكن تساعد هذه المحاصيل وتوفير الإنتاج كامل طاقته زي ما كان بتحتاج كميات كبيرة من المياه؟ هذا يختلف من محصول إلى محصول. يعني ما ينفعش الرز أرويه بالتنقيط أو بالرش أو لا، ما ينفعش، لازم إيه غمر بالنسبة للإيه محصول زي محصول الأرز. ولكن هناك بعض المحاصيل اللي بتروى في الأراضي القديمة اللي هي موجودة وبتروى بالغمر، يجب زي بساتين الفاكهة مثلا. بساتين الفاكهة أنا ممكن إيه أحددها وأرويها ري إيه بالتنقيط. هناك بعض اللي المحاصيل زي محاصيل العلف زي الايه زي البرسيم البلدي والبرسيم الحجازي، ممكن احول الري فيه الى ري، والقمح والشعير ده ممكن احول فيه الايه الري من ري غمر الى ري بالتنقيط او ري بالرش، ده ممكن ايه استخدم فيه. لكن هناك بعض المحاصيل صعب انه انا ايه اتدخل فيها واعمل لها ايه عمل، لكن ده ممكن يتم التحكم فيه. ولكن كل الأراضي المستصلحة حديثا يتم ريها بطرق الري الحديثة، وهي استخدام أقل كمية من المية بأفضل جودة في المحصول. يعني أنا بستخدم كمية مية معينة وأطلع إيه أو ينتج عندي في الآخر إيه نبات محصول كمي ونوعي بالمواصفات بتاعته جيدة وممكن يدي عائد اقتصادي جيد جدا. وطبعا هي محاصيل كتيرة، منها محاصيل الخضر، معظم محاصيل الخضر يتم استزراعها بالتنقيط، ومحاصيل على سبيل المثال مثلا الخيار، الكوسة، البطاطس، الطماطم، كل ده يتم يجب انه ممكن يتم الري بالتنقيط. اذا محاصيل كتير جدا ممكن توفر كميات كبيره من الميه. طيب انا بصفه حضرتك عميد لكليه الزراعه ومتخصص في هذا الشان، هل اثبتت التجارب الزراعيه انه فكره الري بالطرق الحديثه والري بالتنقيط فعلا ليه وفره في نسبه الانتاج ونسبه العائد الاقتصادي للفلاح من تقليل تكلفه استخدام المياه؟ طبعا حضرتك ده ايه، لان لو انا عندي محصول برويه بالتنقيط اكيد هياخد كميه ميه قليله، عماله قليله، انا بوصل الاسمده للنبات، بقلل الحشايش المكافحه بتاعتها، بوصل الاسمده لتحت النبات مباشره ما يحصل فيها فقد او هدر. فطرق الري الحديثه مهمه جدا، وايه بتوصل بتديني منتج خالي من الأمراض، أنا ممكن أتحكم فيه في الأمراض والحشرات، الإصابة الحشرية، أقلل العمالة بتاعت التكلفة العمالة اللي هي من عزيء وتنقية حشائش، وده طبعا أو يعني أنا لو عندي بزرع مساحة فدان بزرعه غمر هياخد تكاليف أكتر، عمالة أكتر، وقت أكتر، جهد أكتر. ولكن عندي فدان برويه بالتنقيط أو برويه بالرش، أنا يدوب بفتح النقاط لمدة ساعة ساعتين، الفدان مثلا اديله ساعتين صباحا ساعتين مساء، اروي اتحكم في وقت عمليه الري، ده كلها هي طرق حديثه تم استخدامها في عمليات الري بالتنقيط او الري بالرش، كلها مفيده للفلاح وبتدي منتج جيد جدا. طب عايزة أعرف برضو من حضرتك يا دكتور، هل المبادرة دي في جدول زمني معين ليها ولا هيتم تعميمها على مختلف محافظات الجمهورية ولا هنبدأ بمحافظات معينة أكثر استهلاك؟ والله ده يعني إيه المشروع ده معالي دولة الوزراء فيه مع وزير الزراعة مع وزير الري، ويجب إيه تضافر كل الجهود بما فيهم وزارة الإعلام وحضراتكم، انتوا لكم دور كبير هنا، ازاي ان وزاره الشباب والرياضه، وزاره التعليم العالي، يعني عندنا في وزاره التعليم العالي فيه قطاع الزراعه بيخرج مهندس زراعي برامج هي عباره عن الزراعات المحميه، الزراعات المحميه المهندس الزراعي بيطلع ازاي ايه يزرع زراعه بالتنقيط او بالرش او داخل ايه الصوب.
فيجب أنه تتكاتف كل الوزارات بما فيهم وزارة الإعلام، وزارة التجارة، وزارة الري، وزارة الزراعة، وزارة الشباب، كل ده يتكاتف مع بعضه. إن شاء الله الفلاح المصري فلاح لما بيشوف التجربة ويؤمن بيها بيطبقها، والفلاح المصري معروف أنه الحرفة بتاعته هو شاطر فيها أبا عن جد، وممكن استخدام هذه الطرق. طيب علشان نشجع الفلاح أكتر أنه يستخدم هذه الطرق الحديثة، وزي ما حضرتك قلت الفلاح المصري يعني محب جدا لمهنته، محب جدا لفكرة الإنتاج والزراعة وكده، هل في حوافز بتقدمها الدولة في هذه المبادرة لتشجيع الفلاحين على تبني هذه الفكرة؟ على ما أعتقد يعني وزارة الري وبالاشتراك مع وزارة التجارة مع صندوق المشروعات الصغيرة مع وزارة الزراعة إن شاء الله حيقوم بتقديم الخامات الأولية للفلاح، وإن شاء الله تتم العملية. بس عايز الموضوع الأول حصر لبعض المحافظات والأماكن اللي هي ممكن يزرع فيها محاصيل بطرق زراعة حديثة. نتعشى منه الأمور تكون جيدة يعني إن شاء الله، وده مشروع دولة يعني يجب أنه كل الناس تتكاتف فيه، مشروع قومي يجب أنه كل الناس تتكاتف مع بعضها لإنتاج أو لخروج هذا المشروع للنور، والفلاح عنده استعداد يعني يساعد ويقوم بزراعة، لأنه بالطبع كمان هيبقى في عائد اقتصادي على الفلاح وتوفير كبير جدا. بالضبط. طيب لو اتكلمت بقى عن الجزئية الخاصة تحديدا بالجانب الفني، الجانب الفني ملقى على عاتق وزارة الري بالتحديد، فكرة المعدات المطلوبة، فكرة المواسير المطلوبة داخل الأرض الزراعية علشان يتم تحويلها للري بنظام الطرق الحديثة والري بالتنقيط، إيه اللي محتاجاه الأراضي الزراعية بالتنسيق طبعا بين وزارة الزراعة ووزارة الري علشان يتم تغيير نظام الطرق في الري وتركيب المعدات والمواسير الجديدة؟ والله يعني هذا المشروع لو عرضته وزارة الري وزارة الزراعة على الشباب واتفقوا الشباب مع بعضهم، وكل مجموعة من الشباب ممكن ياخدوا مساحة في الأراضي المستصلحة حديثا، ممكن وتساعدهم وزارة الري مع وزارة الزراعة وياخدوا المعدات دي ويتم بداية المشروع، وبعد كده يقوموا بتقسيط المبالغ اللي ممكن يدفعوا، مع دراسة الموضوع برضو انه المحاصيل ممكن تسوق، اساعد الناس دي اللي حتزرع، بالاضافة لانه كمان المحاصيل الناس اللي يجب انه انا برضو اعمل حقول ارشادية في المحاصيل، زي ما قلنا محاصيل البساتين اللي هي ممكن في الاراضي اللي بتروى ري غمر ممكن يتم تحويلها الى ري بالتنقيط، دي بالذات مساتين الفاكهة بالمساحات اللي الكبيرة اللي بتروى غمرا، بالإضافة برضو لبعض المحاصيل اللي موجودة زي محاصيل القمح في أصناف دلوقتي حديثة مقاومة للملوحة ممكن تزرع في الأراضي الصحراوية، كذلك برضو بتستهلك كمية قليل من مياه الري ممكن استخدامها. احنا اكيد بنتمنى يا دكتور تعميم هذه المبادرة في الفترة القادمة مشاهدينا، متبقاش بس مبادرة، لا تبقى مشروع قومي ايمانا من المواطن نفسه بمسؤوليته تجاه المياه. انا بشكر حضرتك جزيل الشكر دكتور عبد الله سيد حسن عميد كلية الزراعة جامعة بني سويف، شرفتنا وصباح الخير يا دكتور. شكرا يا فندم، شكرا لحضرتك. شكرا يا دكتور. وبكده مشاهدينا يكون خلص يومنا النهاردة معاكم وفقراتنا وحواراتنا في هذا الصباح، لكن هذا الصباح مستمر معاكم يوميا على شاشة قناة النيل للأخبار. صباحكم كله أمل وتفاؤل، إلى اللقاء.